حتى الحلول التي سعينا لها من خلال محاولة تزويد محطة الكهرباء بالوقود عبر الجانب المصري، للأسف الاحتلال أبلغ المحطة بشكل واضح أنه في حال تم تزويد الوقود للمحطة عبر الجانب المصري فسيتم قصف المحطة بشكل مباشر. إذن الاحتلال يتعمد إحداث حالة إنسانية مزرية كارثية داخل قطاع غزة. لكن للأسف الشديد في حال تعاملنا مع هذه الإصابات، كمية المستلزمات الطبية التي نحتاجها في التعامل غير متوفرة بالكمية الكافية، العديد من الأدوية التي نحتاجها أيضا في التعامل مع هذه الإصابات غير موجودة في مخازن وزارة الصحة، هناك أيضا تهديد بنفاذ كميات الوقود وانقطاع للتيار الكهربائي، لا يوجد أي عملية طبية يمكن أن تتم سواء في الطوارئ في العمليات في الأقسام بدون أن يكون هناك وقود أو يكون هناك تيار كهربائي. جبت على طول انت على الشفا اللي هيني جاء هيني جاء ممر يا ابن الوزن.